السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتحدثوا على واحد الموضوع ديال صحة الصغار اللي عاد فطموا. كيفاش نتعاملوا معاهم، كيفاش يعني نكبروهم في واحد الزمن قياسي من ناحية الكيلويات. كما كتشوفوا انا سمو راني داير لهم الاخضر. الصغار ملي كيتفطموا، هادو راه دابا تفطموا على عمر الشهر، يعني نورمال، راهم مزيانين وكانوا غير 4، يعني رضعوا منهم بواحد الطريقه مزيانه وبشكل جيد. ولكن ملي كنشدوهم عندنا حنايا، ها هما امهم كانت هي في داك الكاج، صافي راه حيدناهم من الكاج الاخر. هنا راه عندهم شهر وواحد السيمانه ولا. بالنسبه للاكل خص يكون متوازي، بمعنى متوازن يعني خص الاخضر، خصهم ياكلوا الاخضر، ولكن انتم كما كتشوفوا هذه راه خبيزه، ولكن خاصها تكون كارمه. ما عمركم ما يعني تجيبوا الخبيزه وتعطيوها لهم مباشره، ضروري ما تكرمش واحد شويه، يعني تنشفوها شويه في الشمس، بالاضافه الى الخبز. ضروري من الخبز اليابس، ما يكونش فيه اللبابه لانك تاثر عليهم، تقدر تقتلهم اللبابه. ضروري يكون يابس بواحد الطريقه مزيانه، يعني يكون يبس في الشمس. بالنسبه للسيكاليم، في هذا العمر هذا راه كيبداو ياكلوا السيكاليم. انتم كتشوفوا السيكاليم، ها هو هذا ديال السمانه، ماشي ديال الحليب، صافي. لان يعني دابا صافي تفطموا، خصهم ياكلوا كانهم كبار. بالنسبه للكميه اللي غادي تعطيوها للصغار، ضروري ماشي بحال الشكل ديال الكبار، يعني كتعطيهم بواحد بالمقدار. لا، السيكاليم غير يعطيوهم مره تعطيهم الاخضر، والخبز ما تخطيه لهمش، ضروري الخبز يابس ضروري. انتم كما كتشوفوا ديما خصهم يكون عندهم. بالنسبه للسيكاليم، ديما العلافه تكون عامره، ديما العلافه تكون عامره، لانهم كيكونوا عاد صغار، ضروري خصهم يكونوا سميتو يشبعوا مزيان. ولكن بالنسبه للسيكاليم، ما تعطيهمش السيكاليم ديال الحليب، لان صافي دابا السيكاليم ديال الحليب يقدر تعطيوه الام ملي كتكون يلاه كترضعهم. اما منين الصغار كيتفطموا، صافي كيوليو كانهم كبار، وزياده عن ذلك خصهم يكونوا عندهم بزاف ديال السيكاليم. العلافه كنقول لكم ما تخواش كاع، ضروري انها ما تخواش. ها هما كتشوفوا دابا الاخضر كياكلوا بواحد الطريقه، يعني كيتلهفوا عليه باش ياكلوا، وضروري ان تعطيهم الاكل المتوازن. الا بغيتوا الصحه جيده للارانب الصغار، ضروري الاكل المتوازن. الا بقيتوا غاديين لهم غير على الخبز ما خدامش، بقيتوا غاديين لهم غير السيكاليم ما خدامش، بقيتوا غاديين غير على الاخضر يفرعهم الاخضر، بحال اللي خصو يكون يعني نقولوا في السيمانه واحد جوج مرات ثلاثه المرات، ويكون يابس. ما تعطيهمش، لان كيجيهم الاسهال، وهما الصغار العدو ديالهم هو الاسهال. الاسهال الله يستر كيفرعهم، يعني لا قدر الله كيموتوا. اذا جوج خطرات في السيمانه ولا ثلاثه خطرات ماشي مشكل، لان خص ضروري عاوتاني من الاخضر باش كيكون الاكل متوازن. وتا بالنسبه للقشور ديال التفاح ولا قشر ديال الليمون، قشر البنان، ديال الفواكه اللي كيشيطوا، القشور اللي كيشيطوا عليكم، ما فيها باس، ضروري حتى هي حتى هما تكون عندهم. والقشور ديال البطاطا حتى هي مزيانه. الخيزو هذاك الا درتوه راه مزيان، القشور ديالو مزيان. يعني انا من الحلقه كامله، يعني الاساس ديالها اسمه هو ان يكون الاكل متوازن. الا منين يكبر يوليو عنده يدق ليبره ديال لي موراجي ويكون مزيان، صافي ديك الساعه ماشي مشكل، يولي انه كي 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 ياكل كانه يعني ارنب كبير. اما ملي يكون صغير هكا، ضروري الاكل المتوازن. منين يكون كبير راه كيولي اثر عليه الاخضر بزاف، هذه زيدوها كمعلومه. اذا التوازن في الاكل هو الموضوع الحلقه ديال هذا النهار. كنشكركم على التواصل ديالكم. اللي مازال ما شاركش معنا يشارك معنا، ودعمونا بزر شام. القناه راها غاديه بالمسانده ديالكم، كنشكركم بزاف، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.